زين في العربية بيوصل ريتال، وطول الطريق بيتكلم مع ريتال في أمور عادية والدراسة عشان شافها متوترة. تمام يا ريتال، لو احتاجتي أي حاجة في أي مادة كلميني على طول ومن غير تردد. حاضر. زين متابع ريتال وهي بتفرك في ايديها من بدري، وكلمها وطمنها لكن لسه بتفرك في ايديها. مالك يا ريتال؟ ها؟ لا مفيش حاجة. زين اتجرأ ومسك ايد ريتال. ممكن تهدي وما تحسسنيش بالذنب؟ انا عايزك تهدي خالص، والله انا مش هأذيكي. انت ليه متوترة؟ بصي انا هبقى صريح معاكي، انا ليا نظرة في البنت اللي قدامي، وانت مش اي بنت، انت عشرة عمري وكبرتي قدام عيني، ومن كلامي معاكي حسيت انك معجبة بيا، وانا كمان معجب بيكي وبحبك جدا، لكن ما استنتش بصراحة، انا خفت تضيعي من ايدي لاني مش هتحمل بعدك عني، وكمان برضو في نفس الوقت قلت اعرفك مشاعري عشان يعني لو كنت شاكك في اعجابك بيا ما كنتش بتعب نفسي، ويكون حبي من طرف واحد، فانا قلت لك عشان تكوني عارفة. وانا كمان مستريح لاني لما بشوفك ببقى عايز اخطفك من كل الناس. روتي انا بحبك بجد. اوكي يا انسة ريتال، انا كده عرفت ردك وانك مش معجبة بيا ولا بتحبيني. عموما انا اسف ووعدك اني لا يا زين، انا بحبك وبحبك قوي كمان وان انا وصغيرة. انا عايزك تبطلي تتوتري وعرفي ان طول عمري هفضل جنبك. ريتال انا بحبك. زين ممكن طلب؟ طلب بس ده انتي تأمري يا روتي، انا عايزة اروح، روحني يا زين. يوسف بيوصل مريم على البيت. مريم شرحت ليوسف كل حاجة وانها قالت لهدى مامتها كل حاجة، وفرحت جدا لانها بتعتبر يوسف زي زياد ومريم بالظبط. دي احسن خطوة عملتيها، وبكده انا هضمن موافقة هدى وكمان حسام. انا ان شاء الله قبل شهر رمضان هكون متقدم لك. مريم فرحت، لكن فرحتها ناقصة عشان زياد اخوها مش موجود. فهد وصل المستشفى ونزل جري وسأل، واخيرا وصل وشاف رينو قاعدة في الطرقة وسرحانة، وراح عليها ملهوف. رينو انت كويسة؟ انا كويسة، انت زيك يا فهد؟ انا كويس. رينو انا اسف لاني نسيت التليفون في البيت، صدقيني لو كنت اعرف كنت سبت الجامعة وجيت لك على طول. حصل خير يا فهد، انا اتصلت واخوك فارس بجد كتر خيره لانه جه واهتم برودي ولحد دلوقتي قاعد معانا. فهد قاعد جنبها ورينو توترت جدا. صاحبتك عامله ايه دلوقتي؟ كويسه الحمد لله. هي اكلت حاجه ملوثه تاني؟ لا خالص، دي كانت تعبانه من الزايده وعملت عمليه ودلوقتي هي احسن. تحبي ندخل انا وانتي نسلم عليها؟ لا طبعا، وانت تدخل عندها ليه ان شاء الله وبتاع ايه؟ افهم ان دي غيره يا رينو؟ انا اغير وهغير من ايه وليه؟ عادي يا رينو، وقفتي ليه؟ ومش عيب انك بتغيري عليا، مش انا ابن خالتك ولا ايه؟ ابن خالتي لكن مفيش غيره ولا حاجه. طيب يا ستي انا شكلي فهمت غلط، نقوم بقى نطمن على انسه رودي لانها صعبانه عليا قوي. جاي يقوم، رينو شدته من ايده وقعدته تاني. مش هتدخل لها، الزياره ممنوعه. ولد رودي خرج اخيرا وشكر فارس مره تانيه وشكر رينو. ولد رودي حكى رودي ان قريب رينو الاستاذ فارس هو اللي لحقها وجابها على المستشفى في الوقت المناسب، ورودي صممت تشكره بنفسها. استاذ فارس بنتي عايزه تشكرك بنفسها. تشكرني انا؟ تشكرني ليه وعلى ايه؟ انا ما عملتش حاجه، انا عملت واجبي، ولو اي حد مكاني كان عمل كده. انتوا جماعه مكبرين الموضوع. قالت له رينو ابدا يا فارس، انت انقذتها في الوقت المناسب. تعالى وانا هكون موجوده معاك، انت تعبت معانا النهارده ولازم اقل حاجه رودي تشكرك. طبعا فهد النار بدات جواه تشتعل. اوكي لارين اتفضلي انت وانا هدخل وراكي. لارين داخله. انت تدخلي لوحدك يا رينو؟ ايوه طبعا، وفارس هيكون موجود معايا. ماشي يا رينو اتفضلي. رينو جواها ضحكت لانها عرفت انه غيران عليها. رينو دخلت وظبطت رودي ونبهت عليها ان فارس انسان ملتزم وبيحبش البنات وفي حاله. رودي كانت مفكره ان قريبها ده كبير في السن من كلام رينو عليه. ايه يا رينو اخس عليكي، انت عارفه ان كل كلامي ده هزار، عادي يعني مش معقول اتجوز اي حد كده وخلاص، انا لازم اتجوز عن حب ويكون بيحبني قوي كمان. عقله يا رودي، يعني العقل يا حبيبتي. ثواني بقى هنادي على فارس. رينو فتحت الباب ونادهت على فارس ومش مهتمه باللي واقف شايط قدامها. فارس اتحرك ودخل ولسه هيقفل الباب، شاف رجل حد ترست في الباب قبل ما يقفل، وكان فهد وفتح الباب ودخل ورا اخوه. فارس ابتسم على غيره اخوه، بس رينو اتغاظت في نفس الوقت. فارس اتحرك وقرب من سرير رودي. سلامتك يا انسه. رودي بفتح عينيها وتقفلها وما علقتش ولا ردت، كل اللي حصل ان قلبها دق، ودي كانت اول مره. أنسة رودي الحمد لله على سلامة حضرتك. الله يسلمك حضرتك. رينو استغربت تصرف رودي لأن فارس جميل جدا، استغربت أنها ما تنحتش ولا عكست فارس. رودي الأستاذ فارس اللي جه وأنقذك في آخر لحظة، الحمد لله جه في وقته بالظبط. أنا متشكرة قوي يا أستاذ فارس.
فارس استغرب هدوءها وإنها كانت بتصرخ وتقول كلام غريب، وطرد الفكرة وقال يمكن من الألم اللي كانت فيه. ما تشكرنيش، أنا ما عملتش حاجة، وحمد الله على السلامة مرة تانية، وإن شاء الله تقومي بالسلامة. متشكرة لحضرتك. فارس استأذن ومشي بما إن فهد جه هو يوصل رينو. رودي يعني متعلقة مع فارس وهو خارج لحد ما اختفى، ما تعرفش إيه اللي حصل لها، مع إنه حلو قوي لكن لسانها تلجم. قلبها هو اللي عمل رد فعل المرة دي، سرحت في عينيه وشكله اللي خد سكرين على قلبها. رينو شافت رودي سرحانة. ايه يا رودي، حاسة بحاجة؟ انا احسن الحمد لله، ما فيش حاجة. قال لها فهد، الحمد لله على سلامتك يا انسة رودي، قلقتيني عليكي. متشكرة. فهد كده تأكد وشاف انها بداية خير، ان رينو حاسة بالغيرة. والد رودي دخل عليهم. ايه يا حبيبتي، احسن دلوقتي؟ الحمد لله يا بابي. طيب يا روح بابي، انا سألت الدكتور دلوقتي وقال ان ممكن تخرجي بكرة ان شاء الله، فانا هلغي كل حاجة ورايا في الشركة واقضي معاكي اليوم كله لحد ما اطمن عليكي يا حبيبتي. فهد، مش المفروض اقول لعمه انه يروح هو وانا استأذن من بابي وابات مع رودي في المستشفى النهاردة؟ هتباتي فين يا رينو؟ ابات هنا يا فهد مع رودي. والله ما يحصل على جثتي انك تباتي برا البيت، انت دلوقتي تسلمي على صاحبتك ويلا عشان اروحك على البيت، انت معانا من الصبح ودلوقتي الساعة داخلة على 5، تحمدي ربنا قوي، ويلات من غير شوشرة تروحي تسلمي وتمشي معايا من غير ولا كلمة. ولو ما عملتيش اللي بقولك عليه أنا هروح لرودي وأبوها وهقول لهم إننا عملنا اللي علينا وهنمشي، ماشي يا رينو؟ حاضر، خلاص هسلم عليها وأروح. اسمها هنروح يا رينو، خذي بالك بعد كده من مخارج الحروف، فاهمة؟ فاهمة يا فهد. رينو سلمت على رودي وفعلا استأذنت، وفهد ماشي متغاظ وخدها عشان يوصلها. كل الوقت اللي عدى ده محمد ماسك ايد نور وقعد جنبها وخايف ليكون حلم وانه بيتخيل، لكن فاق اخيرا على صوت الباب اللي كان بيخبط، وكان والد رودي بيسأل حالتها وانها هتقعد قد ايه. محمد فاق اخيرا وقال له انها هتخرج بكرة ان شاء الله، وبعدها شكر وخرج. نور كانت عايزة تمشي لكن محمد قال لها تقعد وانهم هيتغدوا مع بعض. محمد فعلا طلب بيتزا لانه عارف ان نور بتحبها جدا، وعلى ما الاوردر يوصل نور اتصلت على مامتها وكمان باباها وقالت لهم انها هتتاخر شويه. محمد كلمهم وقال لهم انه هيوصل نور لحد باب الفيلا، وقفلوا ونور قاعده متوتره. رينو اتصلت عليها وقالت لها ان فهد هيوصلها، واخيرا الاوردر جه ونور متوتره وحاسه انها مش جعانه من التوتر. محمد كان شايف توتر نور لكن الابتسامه ما فرقتش وشه لانه اخيرا صدق واقتنع انه ما كانش بيحلم. انا طلبت لك البيتزا اللي انت بتحبيها. مش عارفه يا محمد، انا مش حاسه اني جعانه. لا ده انت لازم تاكلي. وخد قطعه بيتزا بايده وشاف انه خلاص نور اعترفت وهو اعترف، يبقى يقوم بدور كحبيب. انا هاكلك بايدي، يلا افتحي بقك. نور حاولت تكون على طبيعتها واكلت قطعه من ايده، وبعدها كل انت وانا هاكل لوحدي. ابدا، طول ما انا موجود جنبك محدش هياكلك غيري. وفعلا اكلها بايده لحد ما اكتفت. طب انت اكلتي وانا بقى هاكل ازاي؟ انا ايدي متعوره. فعلا هتاكل ازاي بايدك المجروحه دي؟ نور حاولت تلم شتات اعصابها واكلت محمد ومن توترها وقعت قطعه البيتزا على هدومه. سوري، انا اسفه يا محمد. محمد، انا وقعت على هدومك البيتزا. وايه المشكله؟ البيتزا بهدلت هدومك. وايه المشكله؟ محمد هتمشي بهدومك كده؟ وايه المشكله؟ ايه المشكله؟ دكتور محمد عزيز الجراح المشهور هيمشي كده؟ وايه المشكله؟ محمد، طب يا ستي انت وقعتي البيتزا على هدومي مش كده؟ اه، وانا مبسوط انك وقعتي البيتزا على هدومي. مبسوط ازاي يعني؟ اي حاجه منك يا نور بتبسطني، اي حاجه. انت مش هينفع تمشي كده، انت معاك لبس غير ده؟ اكيد معايا بس في العربيه. هات المفاتيح وانا هجيب لك اللبس، تكون انت كملت اكل وبعدها تغير هدومك عشان توصلني. ايه اللي تشوفيه صح انا هعمله، اتفضلي المفاتيح. نور خدت المفاتيح وخرجت. هو أنا فعلا مش بحلم؟ نور خرجت وراحت على العربية وفتحتها وجابت الطقم وشافت ورقة على الكرسي جنبه وفتحتها لتكون مهمة. وقعت من محمد شافت أن محمد كان كاتب اسمها بطريقة حلوة قوي وجنب اسمها رسم قلب لكن مقسوم نصين. نور قعدت في العربية وجابت قلم من العربية وعدلت رسمة القلب وخليته قلب مكتمل، وكتبت تحت القلب أحببتك منذ البداية نور. راحت على المكتب وكانت ماشيه مبسوطه جدا وهي شايله طقم حبيبها، لكن اتصدمت لما شافت ياسمين عند محمد في المكتب. كانت ياسمين مش قادره على بعد محمد اكتر من كده، وكانت بتعترف لمحمد انها بتحبه، وانها لما شافت اللي اسمها نور دي عنده
كمان خارجه مبسوطه، حاسه انها غيران عليه، واخيرا لازم تعترف له عشان يعرف قد ايه انها بتحب محمد. كمان ياسمين ارتكبت غلطه كبيره، وانها قدمت نفسها لمحمد ووعدته انها هتتنازل له على اي حاجه قصاد انه يحبها. نور اتجننت وكانت لسه هتدخل تجيب ياسمين من شعرها. انتوا طبعا عارفين نور من صغرها لما بتحب حد بتحبه بجد، وكانت هتاكل اي حد يقرب من ادم، ولكن نور وقفت لما سمعت كلام محمد. انسه ياسمين اولا ما سمعهاش اللي اسمها نور، هي اسمها الدكتوره نور العدوي، وقريب جدا هتكون الدكتوره نور عزيز. وحب اقولك ان الحب طبعا مش بايدينا، انا بتكلم على الحب النظيف، مش الحب اللي انتي تنزلي فيه عن كل حاجه. اوعى تكوني فاهمه او مفكره اني مش واخد بالي منك ومن تصرفاتك، تبقي غلطانه. انا واخد بالي منك قوي. عايز اقولك كويس انك فتحت الموضوع ده، لان عايز اوصلك معلومه مهمه، وهي انك لو عملتي ايه انا مش هشوف غير الانسان اللي بحبها وهي نور، ويا ريت تشوفي حد يقدرك وتقدريه وتقربي منه لقلبه مش لنفوذه، ويا ريت تقفلي البلطو ده وتلبسي لبس محترم، لان مهما تعملي عمري ما هشوفك. اتفضلي حضرتك عشان خطبتي زمانها على وصول. ياسمين بغرور وجراءة راحت قعدت جنبه على الكنبة وقربت منه قوي ومسكت قطعة البيتزا. محمد أنا بحبك ومش هتنازل عنك، صدقني أنا هاخد كل اللي أنا عايزاه وبس، ومش هسيبك حتى لو طردتني من المستشفى دي، أنا برضو مش هسيبك لأني بحبك بجد وأنا بقدرك بجد. محمد لسه هيرد كانت نور داخلة زي البرق. اطلعي برا. ياسمين وقفت ومردتش عليها وبصت لمحمد كأنها بتقوله أنها هتنفذ اللي قالت عليه. محمد من جوه خاف لتكون نور سمعت اللي ياسمين قالته. اسمعيني لو سمحتي، انا قلت اطلعي بره وانت مرفوضه من المستشفى، انت ترفضيني بصفتك ايه؟ انت اقل من اني ارد عليكي، لكن معلش هقولك بصفتي ايه. ونور اتحركت وراحت حطت ايديها في دراع محمد. بصفتي خطيبه الدكتور محمد عزيز. والله خطبت بجد؟ مش شايفه يعني خاتم خطوبه في ايدك يعني، ولا حتى دبله؟ الاسبوع اللي جاي خطوبتنا. ودلوقتي اطلعي بره. ياسمين روحي دلوقتي. مفيش روحي دلوقتي، الانسانه دي تخرج من المستشفى وما ترجعش عليها تاني. انت مالكيش انك تطرديني، مش حته عيله صغيره لسه بتدرس تطرد دكتوره جراحه. محمد اتضايق من ياسمين. انسه ياسمين اتفضلي ولمي كل حاجه تخصك واطلعي بره المستشفى حالا، والدكتوره نور ليها الاولويه بانها تشغل اي حد وتمشي اي حد، ودلوقتي بره لو سمحتي. ياسمين اتغاظت جدا وسابتهم وماشية، وبتقسم انها مش هتسيب محمد الا لما تاخد منه اللي هي عايزاه. نور والله هي دخلت عليا فجأة. ما تقولش حاجة يا محمد، انا واثقة فيك واثقة انها انسانة مش كويسة، وبعدين انا واقفة من بدري. الحمد لله انا ما كنتش عايز علاقاتها تبدأ كده، بس الحمد لله. بس عارفة ايه احسن حاجة حصلت؟ ايه؟ اني شفت الغيرة في عينيكي. اي واحدة تقرب منك يا محمد تقول على نفسها رحمن رحيم. ولا مليون بنت يا نور تملى عين محمد عزيز، هي نور وبس. اتفضل بقى الطقم عندك اهو، غير هدومك وانا هستناك بره عشان توصلني. وفعلا نور خرجت واستنت محمد بره. محمد غير هدومه، كان اسعد واحد في العالم، وخد نور وخرج معاها وفتح لها باب العربيه وركبت جنبه. وساق وشاف الورقه وابتسم وشغل اغنيه بعترف قدام عينيك. كان مبسوط هو نور، وطول الطريق يتكلم مع نور ويهزر معاها زي زمان. نور جواها مبسوطه لان اهم مرحله وهي مرحله الاعتراف عدت على خير.